السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم صادين موقف صراحة استغربت منه. يعني واحد جاي في الطريق، انا ماشي في الشارع اوكي، لما اشوف واحد سيده جاي قدامي، شو السالفة؟ شو صاير؟ المهم مشيت شوي شوي، وقفت يمه، طقيت له هرن، شنو ذي؟ ليش واقف قدامي يعني؟ ساط طريقي. المهم قال بطل دريشة هو وقال لي ما تشوف الحفرة قدامي؟ ما تشوف الحفرة قدامي؟ قلت له لا ما تشوفها، بس المهم صك الدريشة وشخط. شل أوادم يعني، صراحة ناس ما تستحي. سلامتكم شباب، لا تسوون هالحركات.